ميسي، ميسي يسجل، ميسي ميسي، الأنظار كلها على ميسي. هل تعتقد أن ميسي اليوم أكثر من أي وقت كان بإمكانه أن يقود الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم؟ نعم، أعتقد أن ذلك صحيح. ميسي الآن ناضج أكثر من أي وقت، ونحن نطلب في أن يتحول إلى قائد للمنتخب الأرجنتيني. لم يكن كذلك عندما بدأ، لم يكن كذلك في عام 2014 أو 2018، ولكنه الآن هو ناضج ويعرف أن هذه هي البطولة الأخيرة في كأس العالم، والآن أصبح قائد، ونرى كيف يغضب وكيف يقلق. نعم، اليوم ربما لعب أفضل مباراة له في كأس العالم، اليوم كان أفضل نسخة من ميسي، والذي نريد أن يكون عليه، هذا ما نحتاج إليه. وأيضا لديه مجموعة حوله يحبونه كثيرا ويحتفلون معه ويعانقونه ويعملون من أجله، الجميع يريد أن يفوز ميسي بهذا اللقب، هو يفهم ذلك جيدا ويقوم بعمل كبير جدا. هذه هي الفرصة المناسبة للأرجنتين للفوز بكأس العالم وأن يحققوا هذا اللقب، وبالتالي نعم هذا هو كأس العالم لميسي. شكرا لباتيغول. إلى الآن هذه لقطات من ميسي والتحركات الجميلة ليو ميسي. إلى الفقرة التحكيمية مع الكابتن جمال الغندور. كل التحية لكم ولجميع المشاهدين. مباراة ثانية في دور 16 بين الأرجنتين. أهلا أهلا حبيباتي، صرنا في الصيف وبدنا مشروب منعش. اليوم هعمل معكم شو؟ هعمل معكم ميلك شيك الفراولة. محتاجة لفراولة مجمدة تكون طايلينها من الفريزر، بنحطها بالخلاط وبنحط عليها السكر المحلى من سوينج أو أي سكر أنتي بتحبي. هنا حطيت برضو حليب لازم يكون عندي بارد، بعدها بنزل بعلبة القشطة، بعدها علبة القشطة بحط فانيلا. الفانيلا ممكن تكون بودرة أو ممكن تكون سائلة حسب الموجود عندك. بضربها ضربات خفيفة بالخلاط عشان أحافظ على قوام يكون كثيف عندي وطعم الفراولة يكون لسه موجود. بعد هيك احطها وين؟ حطها في اكواب التقديم. اتفنن باي كوب انت بتحبي انك تقدمي فيها، وبعدها بنزينها بحبة الفراولة اللذيذة وبنحط الشلمونة وبنشرب. طبعا ممكن تطبقيها اي نوع فاكهة انت بتحبي يكون مجمد وتعملي فيها، وصحتين وعافية. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.